متعثرة تبدو خطوات جو بايدن في طريقه لحكم البيت الأبيض مرة أخرى، فغالبية مؤيدي الرئيس الأمريكي بانتخابات 2020 يرونه غير مؤهل لولاية ثانية، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا. هناك تحول جوهري في كيفية رؤية الناخبين الذين دعموا بايدن قبل 4 سنوات. 61% قالوا إنهم يعتقدون أنه كبير في السن بحيث لا يمكن أن يكون رئيساً فعالاً، وتشير استطلاعات رأي سابقة إلى أن تحفظات الناخبين بشأن عمر بايدن زادت بمرور الوقت، وتمتد الشكوك بشأن سن بايدن البالغ 81 عاماً عبر مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، ما يؤكد فشل الرئيس في تبديد المخاوف داخل حزبه ونجاح هجمات الجمهوريين التي تصوره على أنه مصاب بالخرف. ويبدو أن هذا القلق الذي ظهر منذ فترة طويلة في استطلاعات الرأي وفي كواليس الساحة السياسية الأمريكية يتزايد مع تحرك بايدن نحو الفوز بترشيح حزبه رسمياً، ولم يعرب الناخبون عن نفس المخاوف بشأن دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر 77 عاماً وهو أصغر من بايدن 4 سنوات فقط. وفي حال إعادة انتخاب بايدن فسيحطم الرجل رقمه القياسي كأكبر رئيس سناً في منصبه، في حين سيكون ترامب ثاني أكبر رئيس إذا فاز.